نظرية المؤامرة تجعل لقاح كورونا غير كاف لإنهاء الجائحة. الشائعة صنعت جائحة أخرى تصعب مواجهتها بالأدوية. فالشعبية المتزايدة للأخبار المضللة قد تمنع الناس من تلقي الجرعات. تقنية الحمض النووي الرسول mRNA التي استخدمتها شركتا فايزر بيونتك وموديرنا لأول مرة على الإنسان بهدف إنتاج لقاحات كورونا اتهمت بتغيير المادة الوراثية الفردية والتلاعب الجيني. Our mRNA vaccines work by basically encoding the digital information that a virus uses to take over our cells. And what the vaccine does is it basically mimics that information and it brings that information into the body. It's an injection just like any other vaccine. But instead of making a virus or a part of the virus, we just encode for the information that the virus uses to induce the proteins. الشائعة ذهبت إلى أن لقاحاً ضد كورونا سيؤدي لزرع شريحة في الجسم ليسهل تتبعه. وأن شركات الأدوية افتعلت الفيروس لصنع لقاحات وبيعها للدول. أما آخرون فاعتقدوا أن الفيروس تم صنعه في ووهان بالصين ونشر إلى العالم لإجبار الناس على تلقي لقاحات. There are always conspiracy theories when there's a new disease that people are afraid of and that is really novel to them. I have to say, I'm thinking back now about 35 or 37 years ago, I sat in this room trying to explain to the committee then that HIV was not a virus that was developed by the CIA to essentially eliminate certain populations. It's crazy, but this is what happens when you have outbreaks. There's a lot of misinformation. الخبراء يقولون إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإيمان بنظريات المؤامرة والتردد في تلقي اللقاح، وإن هذه النظريات ترتبط أيضاً بانعدام الثقة في الحكومات أو السلطات. منظمة فيرست درافت الأمريكية المختصة بمحاربة الشائعات رصدت 14 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. بيّنت أن أغلب المنشورات كانت تتساءل حول دوافع اللقاحات وسلامتها والأعراض المترتبة على تلقيها. هذه الاعتقادات والشكوك والأخبار المضللة دفعت وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربتها، منها فيسبوك وتويتر ويوتيوب، للحد من انتشارها.